باللبناني مع ليلى لطفي، جولة على المناطق اللبنانية حسب أحرف الأبجدية. نحن بحرف العين هلأ، بونجور. بعدنا بالعين، بونجور. ونشوف شو معنى في كتير أحرف. أول شيء في كتير ضياع بحرف العين. حكينا العين إيه زيت العين باللغة السريانية وبالعربي زيت الشيء. ما هون في شغلة بحب على طول أولى، نحن يعني في لغة قديمة مشتركة بالشرق الأوسط، كل الشرق، الشرق الأدنى، هي هاللغة المشتركة. منلاقي بيضلوا في التعابير الأساسية القديمة هي ذاتها بتشترك بكل اللغات، يعني مثل أعضاء الجسم، إنه هيدا شيء بديهي. أول شيء الإنسان بلش يحكي فيه قبل ما بلش يحكي فلسفة ويغير شوي خلينا نقول بالترمينولوجيز. فبتلاقي إنه عين بكل اللغات الشرقية هي ذاتها عين. أوكي، نحنا آخر مرة وصلنا لضيعة عيلوت. هلأ عيلوت كيف ما نبشنا ما لقينا بالعين في شيء لها، بس لقينا إيلوتو. إيلوتو باللغة السريانية، هلأ بتعرفي بين الألف والعاء أوقات بتزبطي كلمة يعني، وبتصير مع الوقت بتاخد مطرح الحرف الأساسي. هي أنثى الغزال، فعين الغزالة. وطبعا احنا قلنا عين كتير بنلاقي بلبنان لأنه نبعة مي ملان، لأنه بلدنا بلد المي. لو هلأ بضل مقطوع المي بس هو بلد المي. هيدي بالمتن. بنرجع بنروح على ضيعة عين إبل. هلأ إبلو باللغة السريانية يعني مثل كأنه اللي بيبكي، الباكي. على الأرجح بما أنه نحن منضل نقول أكترية المعاني اللي عندنا المناطق أكتريتها العلاقة بالدين، فبمعنى الراهب واللي بيلبس السواد هو عادة بيكون على طول بعيش حالة حزن. طبعا نحن لما بنقول الرهبان حالة حزن مش لأنه حزنانين لأنه عم يعبدوا الله، بالعكس هيدا نوع من التقشف والإماتة وهيك. فهيب بنت جبال أكيد عين قبل. هلأ في عنا منطقة اسمها عين أحلى. هي مش أحلى بس على اللفظ، هي عين نحلة. عين نحلة، نحلة. فبتعرفي جايين اثنين نون ورا بعض كأنها راحت، صارت كأنه عم تقول عين أحلى. هي عين نحلة. نحلة، نحلة باللغة السريانية معناتها الوادي أو حتى النهر، كمان فينا نقول منطقة النهر وهيك. فعلى الأرجح العين كانت موجودة هيدي بوادي بمنطقة، عين نحلة هي ببعلبك. هلأ بننتقل لعكار، وعطول أنا بقول عكار أكتر شي فيها أسامي بعد محافظة على المعنى السرياني. عين أشمة، هي عين شمة. أوكي، شمو باللغة السريانية أو شمو باللهجة الغربية بالشرقية شما، هي ذاتها شما معناتها الشهرة. أوكي، والشهرة بتعني هون الشهيرة. فتسيمز يمكن هيدا العين كانت كتير مشهورة بالمنطقة بمعنى العين الشهيرة. هلأ عين أوزي. هلأ على الأرجح هي عوزو لأنه جاي أو بالبداية، منا جاي مفتوحة. وازو باللغة السريانية بتعني الوز، وز طير الوز، بس هون على الأرجح هيدي لأنها جاية ضمة بالبداية مفروض تكون إجت من عوزو. عين عوزو معناتها القوة والبطش. هلا أبصر شو صار هنيك، شو في، بلكي صارت لها شي حادثة معينة هنيك، ما بعرف، أو هي العين بحد ذاتها قوية كتير، could be. هيدي بشوف. هلأ بنرجع على منطقة اسمها عين بال. عين بال، هلأ نحن بنقول لليوم بس نقول هاني بال، ما بنقول هاني بال، بنقول هاني بال ونخفف العين أو حسب اللفظ الأجنبي. فبتشوفي أنه بتتخفف العين، فهي على الأرجح جاية من هون، هي عين بعل. بعله طبعاً بعل بدنا نقعد نحكي عنه حلقات. بعل هو الإله، وعنا إله بعل عنده صفات كتير، وحتى نحن لليوم بنقول للمرأة بعلة يعني رجالة، إنه بيعني كمان القوة على فكرة. فلما بنقول بعل بنعني الرجل كمان. فمن هون جاية كلمة عين بال أو عين بعل، هي بيشوف طبعا. هلأ إذا جاية من كلمة بلو يعني العتيقة، بس أنا بشك، بقول لأنه كتير عنا نحن أسامي دينية فالأفضل تكون هي عين بعل. هلأ عنا عين بعال، زيت المعنى عين بعلي. أوكي، كمان عين الإله بعل أو الزوج مثل ما قلنا بهالمعنى. هيدي بصور عنا عين بورداي. طبعا نحن عطول بنقول اللغة العربية بنسميها لغة الضاد،
مقارنة لشو؟ بصيروا يقولوا لك لأنه الضاد مش موجود غير باللغة العربية، طب مقارنة بشو؟ باللغة الشرقية الأساسية اللي كنا نحكيها بكل الشرق اللي هي اللغة الآرامية. فباللغة الآرامية بالأحرف ما عندك ضاد، ضاد هي بس اجت بالعربي، طبعا هي الصاد حطوا عليها نقطة. وحتى إذا بتلاحظي باللغة العربية بتلاقي كتير قليل الكلمات اللي فيها ضاد، لأنه يعتبر حرف دخيل منه من أساس اللغات الشرقية. فهيدي ملاحظة ينتبهوا لها الكل إنه عن جد كتير قليل الأحرف اللي فيها ضاد. هي مش بورداي، هي عين بوردة دي، بس على اللفظ بتاخد الضاد. بتعرفي البوردة معناتها المبرقط المبرقش، يعني ما بعرف بنقول شيء لما بيكون هيك مبرقط بهالمعنى، عم بيضوي يعني كدبي ممكن بلمع او بيعمل بعلبك، هي بعلبك. هلا عنا عين بونية، هي بونوية مثل ما هي بونوية باللغة السريانية يعني البناؤون. احنا ما ننسى انه بالنسبة لنا يعني اليوم كيف بتقولي ارشيتكت او ما بعرف شو، يعني البنائين كان إلون، ما كان في مهندسين بالمعنى اللي بنعرفه اليوم، فالبنائين كان لهم دور كتير مهم، يعني بينبشوا عليهم تنبيش لحتى خاصة يعمروا القصور والبيوت تبعول الإغنية وهيك. فإتسيمز كان عندهم مطرح أو منطقة معينة هيدي كمان ببعلبك. ننتقل على المتن، في منطقة اسمها عين تحيلة. هلأ هي عين مفروض الدحيلة، حيلة باللغة السريانية يعني القوة الأقوياء، حيلة. هلأ القوات اللبنانية باللغة السريانية بتعني حيلة لبنانية، قوات لبنانية حيلة معناتها القوات، أوكي يعني بمعنى الشجعان. هلأ بينبسطوا شباب القوات اللبنانية. عنا عين التريز، أوكي هيدي بعلي. هلأ تريزو باللغة السريانية يعني العين الزاخرة المتدفقة، على الأرجح بتكون هالعين كتير كينة قوية. عنا عين تنتا، كتير حلوة هالكلمة تنتا، هي بتجي من تينتو باللغة السريانية، بس النون بتجي عنا ميوت ساكنة، يعني ما بتنلفظ بال يعني ميوت، بنقول تيتو. تيتو معناتها التين باللغة السريانية، بس قديما كنا نلفظ النون، كنا نلفظها. ما بتعرفي حتى اللغة بنشغل عليها طبعا، بينشغل عليها كقواعد وكذا. يعني هلا اللغه العربيه اذا بتقري ايام المتنبي ما بتفهمي شو عم تقري، هلا بتحسي خلص في اشياء فاتت فيها وتغيرت هي ذات الشيء. فنحن كنا نلفظ على اللفظ القديم النون، وبتعني عين اللي فيها يعني يكون في حدا شجرتين او شيء، شجرتين. هيدي بعكر. عندنا منطقه اسمها عين طنطا، هي ذات على فكره تنتو التين، شجرة التين، بس كمان برجع بقول لك التي صارت طه، بس هي ذاتها ذات المعنى. هيدي في عنا بيراشية وفي عنا مرجعيون. هلا عنا عين التنور مثل ما هي باللغة السريانية، تنوره معناتها الفرن، الصاج اللي بنسميه نحنا اليوم التنور اللي كلياتنا بنعرفه بضيعنا وان شاء الله نضل نحافظ عليه بتراثنا. هي بكسروان. عنا عين جرفة، نحنا بنقول باللغة السريانية الجي بنلفظها جي، ما بنلفظها جي، أوكي؟ فهي عين غرفو، غرفو باللغة السريانية يعني الفيضان أو السيل القوي، كمان يعني بتلاقيها منطقية عم توصف العين كيف هي، أوكي؟ هيدي بحاصبية. بننتقل على كسروان، كسروان عنا عين الجرن، جورنو، جرن، ما فيها تفسير، هيدي هي الجرن اللي بندق فيه يمكن الكبة أو مي أو حيالة شيء، يمكن كانوا يجمعوا فيه مي كمان. عنا عين جوية، جوية جاويو، جاويو نحن اليوم شو بنقول؟ جوا وبرا. طبعا جوا وبرا ما لها علاقة باللغة العربية، هي لغة سريانية 100%. جاويو في الداخل، بارويو في الخارج، كرمال هيك بنقول جوا وبرا. فهيدي على الارجح العين الجوانيه الباطنيه بهالمعنى الداخليه. منتابع لكن الاسبوع الجاي كمان مع العين، مع العين. العين. الله رعد. شكرا لك ليلى لطفي، وقف هلا بنرجع منتابع لايف.